للسحور في مدينة صيدا الجنوبية نكهة خاصة تميزها عن ليالي رمضان في المدن والمناطق اللبنانية. هنا في هذه الساحة التراثية التي تعرف بساحة باب السراي، أضيء قلب صيدا بأمسية أعادت الروح والحياة لأحيائها القديمة التي غصت بأهل وسكان المدينة والعشرات من الزائرين. هي ليلة واحدة من سلسلة النشاطات التي تقام طوال شهر رمضان وضمن ما يعرف بمهرجان ليالي صيدا الرمضانية الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع عدد من الجمعيات المدنية، حيث تشهد صيدا كل يوم نشاطاً رمضانياً يبدأ من الإفطار وينتهي عند السحور. هذا اللي شايفينه اليوم بيبقى من حوالي الساعة 10 ببلش تقريبا. العالم بعد ما تخلص إفطارها وترتاح شوي بتنزل على المدينة القديمة، وبيجينا ضيوف دايما من خارج المدينة، من بيروت، من جوني، من مدن الجوار، من القرى المحيطة، وبيحيوا السهرات للصبح تقريبا. وهيدي بتتميز فيها، ومثل ما شايفين نحط بتشوفوا الأكلات التراثية، وبيقعدوا العالم بيسهروا بيأكلوا وبيشربوا. هيدي مدينة مثل ما شايفين هي مدينة حية، مش مدينة بس تجارية أو سكنية، فيها التجارة، فيها السكن، فيها المدارس، المستوصفات، كله موجود بقلب صيدا القديم. يعني هلا عم نعيش حياة مثل ما كانوا عايشينها جدودنا من 200-300 سنة، وشعبها مثل ما شايفين وشعبها طيب. كان السياحي صيدا القديمة، وممكن تنهض بالسياحة داخل صيدا القديم وخارج صيدا القديم وتعيد تحريك عجلة الاقتصاد. وبين كشك وآخر تنقل الزائرون للاستمتاع قليلا بالحلويات الرمضانية كالقطايف، والحلويات الصيدوية كالهزيزة والراحة والمفتقة، وأكشاك أخرى قدمت الفلافل والشاورما والعرانيس والفول، وتحيط بها المقاهي القديمة التي رمم بعضها وغصت بالسواح. عم ساوي مفتقة وهيطلية وهزازة وترمس ومعلل، هيدالي تراثيين من احنا وصغار، كانت امي وستي يسوونا هني. الهزازة عبارة عن نشا ومي، والمفتقة عبارة عن طحينة وسكر وصبغة عقدة صفراء. نحن عم نبيع قطايف بجوز، قطايف بجوز هلا، وعندنا قطايف بجبنة، عندنا مد بقشطة، وعندنا مدلوقة، حلاوة الجبن، عثمانية، شعيبيات، كل أنواع الحلو عندنا. هذا الاحتفال ليس بجديد على مدينة صيدا، فهي تعيش كل عام شهرا كاملا من الإيمان ترافقه كل أشكال الفرحة والابتهاج بالشهر الفضيل تنعكس على وجوه كل زائر وقاتن فيها. كل رمضان تحتفل بقدوم هالشهر المبارك، بحاول قد ما فيهم يزرعوا بأطفالهم بالأهل هذه الروح المحبة، روح الإيمانيات بهالشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أنه الله يتقبل إن شاء الله من الجميع. بتجنن كتير حلو، بتعقد والله. والله أجواء كتير رائعة وحلوة كتير، ومنيح على صيدا ومنيح على شباب صيدا، ومناسبة هذا الشهر الفضيل، وبينعش على صيدا وبيفرحها وبيبسطها، هذا شيء كتير روعة. مثل ما انك شايفة الفرحة بتعبر عن وجود العالم الموجودين والحلوين. لكن سهرة السحور لا تحلو دون العروض الفنية التي تصدرها المسحرات بطبلته والفرق الكشفية والعرادة السورية. يتجاوز عمر هذه المدينة أكثر من 6000 سنة، وتتميز بأكثر من 50 معلماً تراثياً في قلبها القديم. وتحاول البلدية من خلال الخريطة السياحية التي تعكف على إعدادها مؤخراً أن تعد مساراً سياحياً يسهل تنقل السواح بالأحياء القديمة النابضة بالتراث والحياة لغاية اليوم. على مدى 30 يوما سيضيء شهر رمضان صيدا بأحيائها القديمة والجديدة، على أن هذه النشاطات الرمضانية ستتحول بعد انتهاء الشهر الفضيل إلى نشاطات ومهرجانات صيفية بهدف النهوض بصيدا التجارية والتراثية والسياحية. من ساحة باب السراي في صيدا، ليلى خليل، الغد، جنوب لبنان.